مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. اليوم راح نتناول حل الإكزامبل رقم 11 اللي شرحناه في محاضرة سابقة، وراح ناخذ الحل وفق الطريقة المباشرة. السؤال اللي أمامنا هو تذكير أنه أنا عندي ميزانيات عمومية مقارنة لشركة بغداد في سنة 2015 وسنة 2016، فنهاية 2015 راح يكون بداية أرصدة بداية لسنة 2016، فهذه أرصدة أول مدة وهذه أرصدة آخر المدة. هنا أنا عندي كان الكاش 27 أصبح 90، هنالك زيادة في النقد بمقدار 63,000 دينار. هذه الزيادة هي ناتجة من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، لذلك من أجمع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاثة لازم يكون الناتج هو 63,000 دينار تدفق نقدي موجب. عندي الأكاونت ريسيفابل وعندي allowance for doubtful accounts اللي هو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، لذلك عندما نتعامل مع المدينون ننظر لهم على الصافي، فالمفروض ناخذ صافي المدينون ونعتمد عليه في المعالجة. عندي هنا تغير في المخزون السلعي انخفاض 20,000، وعندي المصروفات المدفوعة مقدما اللي تعالج مع المصروفات التشغيلية، وعندي اللاند كانت 60 أصبحت 90 أين هنالك شراء لأراض جديدة، والبولدينج كذلك هنالك زيادة في قيمة المباني نتيجة شراء مباني جديدة. الأكيوميليت ديبريشيشن كان 13,000 أصبح 32 زيادة، طبعا الزيادة هي ناتجة عن مصروف الاندثار، هنا الزيادة هي 19,000 دينار هي اللي تكون مصروف اندثار. البيتنتس اللي هي براءة الاختراع 35 أصبحت 20، هذا الانخفاض قد يكون بسبب الإطفاء أو قد يكون بسبب الإطفاء وأيضا عمليات بيع. طبعا براءة الاختراع مثل الجودول والكوبيرايت حقوق الطبع وغيرها هي موجودات غير ملموسة نعتمد لها الإطفاء وفق الطريقة المباشرة. وعندي هنا حساب الدائنون وعندي المصروفات المستحقة اللي نعالجها ويا المصروفات التشغيلية، وعندي البونتس بيابل اللي هي السندات 60 أصبحت 125 أي بمعنى هنالك إصدار لسندات جديدة. شير كابيتال أوردينري أسهم رأس المال العادية هي ثابتة 100,000 في بداية السنة ونهايتها لم يتم إصدار أي أسهم جديدة. Retained Earnings الأرباح المحتجزة هنالك زيادة فيها نتيجة تحقيق الشركة لربح واحتجاز جزء منعتها. Treasury Shares at Cost أسهم الخزانة بالكلفة كانت 8,000 أصبحت 15، أي هنالك زيادة في شراء أسهم الخزانة. أسهم الخزانة هي عبارة عن شراء الشركة لجزء من أسهمها من المساهمين، وبالتالي هي طبيعتها تكون مدينة، لكن تذكر ضمن الميزان العمومية ضمن جانب حقوق الملكية وتنطرح من حقوق الملكية، لذلك راح نشوفها ظاهرة بين أقواس، لأن طبيعتها مدينة هي عكس طبيعة حقوق الملكية، أي أنها تخفيض بشكل غير مباشر لحقوق الملكية. أيضا عندي هنا كشف الدخل للشركة لسنة 2016، عندي الريفنيوز وعندي الكوست اوف جود سولد وعندي الجروس بروفيت والاوبريتنج اكسبنسز والانكم بيفور تاكس وهكذا، ووصولا الى صافي الدخل. المعلومات الاضافية المتوفرة عندنا الديبريشيشن اكسبنس 19,000 اللي هو مصروف الاندثار، هذا اللي لاحظناه احنا من خلال زيادة في مخصص الاندثار المتراكم. And amortization of patents اللي هي إطفاء براءة الاختراع 5,000، طبعا احنا لاحظناه في الميزان العمومية أن براءة الاختراع انخفضت من 35 إلى 20 بمقدار 15,000، 5,000 هو يعود بسبب مصروف الإطفاء، و10,000 هي تشير إلى وجود عملية بيع لجزء من براءة الاختراع الخاصة بالشركة. طالما أنه ماكو تنويه إلى خسائر أو أرباح بيع براءة اختراع، فراح نعتبر أن البيع هي بالكلفة.
الكاش ديفيدنس ديكلارد اند بيد كان 20,000، هذه توزيعات الأرباح المعلنة والمدفوعة اللي راح نعالجها ضمن الأنشطة التمويلية الفاينانسينج. Instruction prepare statement of cash flow for Baghdad Corporation for year 2016 باستخدام الindirect method والdirect method. طبعا احنا بالمحاضرة السابقة أخذنا هذا السؤال وحليناه وفق الطريقة غير المباشرة، اليوم راح ناخذ الطريقة المباشرة، والاختلاف هو راح يكون ضمن الأنشطة التشغيلية فقط. وفق الطريقة المباشرة احنا راح نعتمد على مصادر التدفقات النقدية الحقيقية مثل المتحصلات من المدينون والمدفوعات إلى المجهزين والمدفوعات إلى المصروفات التشغيلية والمدفوعات إلى الضرائب والمدفوعات إلى المصروفات الفوائد وغيرها. بداية راح ناخذ الـ revenues الإيرادات ونشوف هذه الإيرادات اللي هي 960 دينار عن بيع البضاعة جد استلمنا من عندها نقد، لذلك راح نعالجها مع المدينون. المدينون بالميزان العمومية بمخصص، فراح ناخذ الصافي، فهذا عندي المدينون في نهاية السنة ناقص المخصص يطلع لي الصافي، وعندي هنا أيضا في بداية السنة راح نطلع الصافي مالته ونبدأ نقارن بين صافي المدينون في بداية السنة مع نهايتها ونستخرج التغير اللي صار بيه، عندي زيادة بمقدار 10,600، لذلك راح نعالجها ويا المبيعات 960، الزيادة في المدينون راح نطرحها لأنه التناسب عكسي بين المدينون والمبيعات باعتبار أن المبيعات هو دائنة والمدينون مدين، لذلك تناسب عكسي فالزيادة نطرحها. إذن النقد المستلم من المدينون أو من الزبائن من بيع البضاعة لهم هو كان 949.400 دولار، راح نثبتها ضمن الأنشطة التشغيلية بهذا الشكل. إذن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية الآن تتضمن متحصلات من الزبائن عن بيع البضاعة لهم 949.400، هذه كانت هي الخطوة الأولى. نرجع إلى كشف الدخل ونشوف الـ cost of goods sold 750، نريد نعرف نستنتج جد كانت المشتريات وجد كانت بعدها المدفوعات إلى هذه المشتريات والموردين، لذلك راح نعالجها مع الـ inventory ومع الـ accounts payable. فنروح للميزان العمومية وننظر إلى الـ inventory، التغيير اللي صار به هو انخفاض 20,000، والأكاونتس بيابول وهو زيادة بمقدار 6,000 دينار، لذلك راح نعالجها أول شيء مع المخزون. إذا عالجنا الكوست أوف جود سولد مع المخزون مع الانفنتوري راح يعطينا البيرتشيسز المشتريات، بعد ما طلعنا البيرتشيسز نعالجها مع الأكاونتس بيابول، طبعا تناسب بيناتهم عكسي هنا راح يكون، فالزيادة راح نطرحها وراح نتوصل إلى كاش بايد تو سبلايرز، النقد المدفوع إلى الموردين أو المجهزين اللي يجهزوننا بالبضاعة، فهذه تمثل مدفوعاتنا لقاء الحصول على المشتريات 724,000 دينار، تدفق نقدي خارج ضمن الأنشطة التشغيلية، فنذكرها بهذا الشكل. الآن راح نرجع إلى كشف الدخل ونشوف شنو هي المصروفات الأخرى اللي عندي. عندي هنا المصروفات التشغيلية الأوبريتنج إكسبنسز 135,000 دينار، هذه المصروفات التشغيلية تتضمن كل مصروفات الشركة النقدية وغير النقدية التشغيلية يعني إدارية تسويقية، بضمنها مصروف الاندثار ومصروف الإطفاء، لذلك يجب أن نستبعد هذه المصروفات من المصروفات التشغيلية باعتبارها مصروفات غير نقدية، هذه الخطوة الأولى، فبالتالي راح استبعدها من المصروفات التشغيلية حتى أتوصل إلى مصروفات تشغيلية نقدية. بعدها راح أروح للميزان العمومية وأشوف هذه المصروفات التشغيلية هل بيها مصروفات مدفوعة مقدما مصروفات مستحقة، حتى أبدأ أعالجها وأتوصل إلى النقد المدفوع لقاء هذه المصروفات. فبالميزان العمومية عندي هنا حساب اسمه prepaid expenses ضمن الموجودات، هنالك زيادة بها فهي راح أعالجها أيضا مع المصروفات التشغيلية،
وعندي هنا الأكرويد رينت اكسبينس اللي هو يمثل مصروف الإيجار المستحق، واللي هو أحد المصروفات التشغيلية. هنا عندي انخفاض، لذلك الزيادة في البريبايد راح نضيفها، لأنه مصروفات تشغيلية مدينة والبريبايد اكسبينسز هي موجودات طبيعتها مدينة، فتناسب طردي فالزيادة فيها نضيفها. ومصروف الإيجار المستحق هو مطلوبات تكون طبيعتها دائنة، فتعاملها مع المصروفات التشغيلية راح يكون عكسي، فالانخفاض راح نضيفه. بعدها راح نتوصل إلى النقد المدفوع لقاء المصروفات التشغيلية 120 و700، ويعتبر تدفق نقدي خارج ضمن الأنشطة التشغيلية، لذلك راح نذكره بهذا الشكل. الكاش بيد فور اوبريتنج اكسبنسز هو 120,700 دولار. بعدها راح ناخذ نظرة أخيرة على كشف الدخل، وعندي هنا أيضا مصروف ضريبة الدخل. هذا مصروف ضريبة الدخل راح نتأكد هل هنالك مستحقات بي بالميزان العمومية أو مدفوعات مقدما لهذه مصروف الضرائب لحتى نعالجه معه، وإذا ما لقينا فراح نعتبر أنه النقد المدفوع لقاء هذه المصروفات هو نفس المبلغ 16,700، تتدفق نقدي خارج. هذه الميزة العمومية من ندور على أي حساب يتعلق بمصروف الضريبة، هنا أنا ماكو، وهنا أنا أيضا ماكو أي مصروف ضريبة مستحق، لذلك راح نعتبر أن الشركة مسددة مصروف ضريبة الدخل بالكامل وما عليها أي التزامات. بعد ما انتهينا من إثبات الفقرات المتعلقة بالأنشطة التشغيلية، راح نحسب النت كاش بروفايدد أو يوزد باي أوبريتنج إكسبنسز. طلع الناتج 88,000 دولار، رقم موجب يعني تدفق نقدي داخل، فنكتب عليه provided by operating activities. هذا تدفق نقدي داخل وفق الطريقة المباشرة، هو نفس الرقم اللي حصلنا عليه عندما عدينا في المحاضرة السابقة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفق الطريقة غير المباشرة، كلاهما ينطوني نفس النتيجة. بعدها راح ناخذ ندرس الأنشطة الاستثمارية. بداية راح أباوع على الموجودات الثابتة، عندي هنا اللاند 60 أصبحت 90، إذن هنالك شراء لأراضي بمقدار 30,000، وعندي أيضا زيادة في قيمة المباني نتيجة الشراء، هم راح نشوف إيش قد الفرق بيناتهن ونثبتهم. فهنا عندي زيادة شراء للأراضي تدفق نقدي خارج ضمن الأنشطة الاستثمارية، وشراء مباني أيضا تدفق نقدي خارج. أيضا عندي هنا براءة الاختراع كانت 35 أصبحت 20، سبب الانخفاض في براءة الاختراع قد يكون السبب يعود إلى عمليات بيع أو إطفاء. في كشف الدخل ضمن المعلومات الإضافية كانت متوفرة عندي أن هنالك إطفاء لبراءة الاختراع بمقدار 5,000، إذن هنالك بيع لبراءة جزء من براءة الاختراع الخاصة بالشركة مقدارها 10,000، لأن أنا الانخفاض كان عندي مو بس 5 اللي لاحظت الميزانية، الانخفاض كان 15، 5 بسبب الإطفاء والعشرة هو بسبب البيع. ما ذكر بالسؤال أو ما أعطاني أي ملاحظة حول وجود خسارة بيع لبراءة الاختراع أو أرباح بيع لبراءة الاختراع، فنعتبر أن عملية البيع هي كانت بالكلفة، لذلك راح نثبت ضمن الأنشطة الاستثمارية عملية بيع لبراءة الاختراع 10,000 تدفق نقدي داخل. مجموع صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية راح يكون 63,000 دينار تدفق نقدي خارج، فلذلك راح أخليه بين أقواس ونكتب أمامه net cash used by investing activities. الآن قد انهينا عمل التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وهو مشابه لما أخذناه بطريقة أو بمثال السابق. الآن راح ننتقل إلى الأنشطة التمويلية، ونحاول نركز على المطلوبات طويلة الأجل مثل القروض، سندات، وأوراق دفع طويلة الأجل، وأيضا ننظر إلى حقوق الملكية
ونتأكد من إذا كانت الشركة قد سددت توزيعات أرباح نقدية أو لا. الآن بداية راح ننظر إلى جانب المطلوبات وننظر إلى البونتس بيابل. البونتس بيابل طبعا هنا الدائنون ومصروفات الإيجار المستحقة هي تشغيلية، فلذلك احنا من راح نغض النظر عنها عندما نباوع الأنشطة التمويلية. راح نركز على المطلوبات اللي ما لها علاقة بالأنشطة التشغيلية، وهي المطلوبات طويلة الأجل. 60 أصبحت 125، هنالك إصدار أو بيع لسندات جديدة. أيضا عندي الأوردينري كابيتال، هو نفسيته الثابت ما تغير، ما صدرت شركة أي أسهم. والأرباح المحتجزة زادت، طبعا سبب الزيادة هو تحقيق الشركة لأرباح واحتجاز جزء من عدها. عندي أيضا هنا التريجري شيرز، هذه كانت 8000 أصبحت 15، إذا الشركة اشترت أسهم خزانة جديدة بمقدار 7000، فراح تعتبر تدفق نقدي خارج وهذا داخل. وأيضا عندي ضمن الملاحظات الكاش ديفيدنس ديكلارد أند بيد كان 20000، وتوزيعات الأرباح النقدية والمدفوعة نقد 20 أيضا يعتبر تدفق نقدي خارج ضمن الأنشطة التمويلية. إذا عندي 3 فقرات راح أضبطها ضمن الأنشطة التمويلية، وهي بيع سندات أو إصدار سندات 65، شراء أسهم خزانة 7000، وتسديد مقسوم أرباح نقدي 20000. صافي التدفقات من الأنشطة التمويلية راح يكون 38000 دينار تدفق نقدي داخل، لذلك نسميه Net Cash Provided by Financing Activities، صافي النقد الموفر من قبل الأنشطة التمويلية. بعد ما انهينا الأنشطة الثلاثة، التشغيلي كان موفر لي 88000، والاستثماري كان بتدفق خارج 63، وعندي التمويلي بتدفق داخل 38، فالصافي مالتهم راح يكون 63000 دينار، وهي تمثل زيادة في النقد. طالما هي تدفق داخل، إذن الزيادة في النقد هو 63، وهذا اللي نوهنا عنه في بداية المحاضرة عندما نظرنا إلى الكاش وشفنا أن التغير في الكاش هو زيادة 63. الخطوة التالية هي أنه نحن راح نضيف رصيد النقد في بداية السنة على هذا التغير حتى نستخرج أو نوصل إلى رصيد النقد في نهاية الفترة أو السنة. راح ننظر الميزانية، رصيد النقد في بداية السنة 27 راح نضيفه على التغير أو الزيادة في النقد حتى يطلع لنا، أو المفروض يطلع لنا النقد في نهاية السنة. إذا نضيف 27 ولازم نوصل إلى 90، فمن نضيف 27 على 63 راح يكون الناتج 90000، وهو النقد المتوفر في نهاية السنة حاليا. بهذا الشكل نكون قد انهينا شرح هذا السؤال وفق الطريقة المباشرة. ويفترض أن يكون الطالب على دراية أنه الطريقة المباشرة هي تعني فقط أو تختص بالأنشطة التشغيلية، أما الأنشطة الاستثمارية والتمويلية فهي ما لها علاقة بهذه الطريقتين، وإنما هي ثابتة. الآن نكون قد انهينا شرح هذا المثال، وأصبح المثال محلول بالطريقتين المباشرة وغير مباشرة، ويفترض أن الطالب يكون على دراية أنه يحل بالطريقتين، راح يوفر له نفس النتائج وما راح تكون مختلفة، واعتماد الطريقة راح يعتمد على ما مطلوب في السؤال وعلى مدى توفر البيانات. فإذا كان ما عندي كشف دخل، ما عندي إيرادات، ما عندي كلفة بضاعة مباعة، أو ما عندي مصروفات تشغيلية، فأني ما أقدر أعيد كشف الدخل، كشف تدفق نقدي وفق الطريقة المباشرة، أكون مضطر إلى استخدام الطريقة غير المباشرة. أما إذا كان كشف الدخل موجود عندي كامل، فأنا راح أكون مخير في إعداد أي طريقة وحسب ما هو مطلوب من عندي. شكرا لكم، ونلتقيكم في دروس قادمة إن شاء الله. مع السلامة.